دلوقتي مع فريق ب والسؤال الثالث علشان نشوف هيتساوي في النمر ولا هيقله ولا هيزيده. مع فريق ب والمنتصر بالله. مستعد؟ مش قوي. طيب هي ولا قديم؟ قديم قديم كلمتين كلمتين السهل الثاني الثاني ال فيها الف ولا ال ساعة الميعاد الوقت الميعاد الساعة الدقيقة اللي بعد ساعة اليوم الشهر اليوم بنات اليوم الأولانية اليوم خلاص وشاح وشاح لا وشاح قاضي قاضي وكيل نيابة محكمة محكمة حاكم حاجب الحاجب المحامي وكيل نيابة القاضي القاضي قضاة القاضي ال القضاة القاض القضاة مين القضاة دول بيعمل الدفتر الجلسة وكيل نيابة المستشار كل النائب الأكبر رئيس رئيس محكمة استئناف القاضي انتهت الدقيقة الأولى القاضي القاضي مين بقى القضاة دول بيعملوا ايه؟ ايوه القاضي ده سيبك قاضي قاضي قد روح قد قاضي قاضي قضبان قضى قاضي قاضي اضعف ايوه النص اثنين اكتبها لهم واخديها عشان المستشار قاضي احمد قاضي 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 قضى 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 ثلاثة الثالثة قضى الرابعة أربعة الرابعة كمبيوتر بقى قضاء 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 اليوم قضاء قضاء قاضي القضاء القضاء قضاء الدفتر الجرس قضية اليوم. كلمة سينمائي جاوبوها في دقيقتين يعني ليهم نمرتين فقط. قضية اليوم هو فيلم سينمائي من إنتاج سنة 1943 وبطولة عائلة راتب وأنور وجدي ومن إخراج الفنان المرحوم كمال سليم. النتيجة الآن بعد ثلاث أسئلة فريق ألف ست نمر وفريق ب سبع نمر. عودة مرة أخرى إلى فريق ألف والسؤال الآتي والفنان محمود الجدي. مستعد جامد جد متين الحمد لله. كتير قوي طولت قوي ستر من عندك يا كريم. اتفضل اتفضل. ايه اتفضل تيجي تقعد شويه ترتاح. اغنيه مين ماتت معروفه معروفه قوي اسمها هن اسمها كم جمله فايزه احمد اثنين فايزه احمد قالت ايه الاولانيه الاولانيه في الف ولام الثانيه في الف ولام لا لا الاولانيه الاولانيه بقى راح راح مشي فات نام سافر بعيد ضاع بعيد ضاع راح لا على خير الله ايه؟ على خير الله الثاني برافو مرسال جوابات القمر القمر ايه الثانيه حرف طب قول مين ست بتبدا بحرف ايه من غير مشاوره ومن غير نطق احرف غاب القمر ركز معانا بمعنى مشي او غاب 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 القمر يا ابن عمي هاجر 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 حبيبي هاجرني في حاجه اسمها حبيبي هاجراني هجرته بجرس صوي الاول
انت بتغيب قوي محمود. ده التمثيل يا ابني. مين اللي هذا؟ اسم اسم فعل فعل هجر هجرته هجرني هجرني ومش هجرتني هجرتهم هجرتني ليه؟ لا عدت الدقيقة انا نزلت على الاولى. طب شوف الثانية. طب الثانية ايه؟ تهجرني بحكاية تهجرني بحكاية دي حكاية اغنية من اغنيات الراحلة فايزة احمد ومن الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. وللاسف اخفق محمود الجندي في الاجابه على هذا السؤال ففريقه اخذ صفر وما زالت نقاط فريق الف تتوقف عن 6 نقاط.